بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان علامة مائية مختلفة في كل صفحة. وصلنا سؤال، والسؤال ده محتواه إن أنا عاوز أعمل عندي مستند وورد وعاوز أعمل علامات مائية مختلفة، يعني مش نفس العلامة المائية في كل صفحة. زي ما حضرتك شايف في الصورة اللي قدامنا دي، الصفحة الأولى فيها علامة مائية عبارة عن أطفال كده، والصفحة الثانية فيها علامة مائية عبارة عن شعار، والصفحة الثالثة فيها علامة مائية عبارة عن صورة أو شعار أو غيره مهما كان هو ايه. فازاي ننفذ الكلام ده، مع العلم اننا لما بنعمل علامة مائية في الوورد المفروض بتطبق على كل الصفحات. ده اللي هنجاوب عليه في السؤال في الفيديو الحالي، وكمان ملف العمل اللي هنشتغل عليه في الفيديو الحالي هيكون متاح موجود في وصف الفيديو تحت الفيديو في اليوتيوب. تقدر تضغط على اللينك وتحمل ملف العمل، ولكن طبعا هيكون له كلمة سر هنقولها في خلال الشرح ان شاء الله. نبدأ على بركة الله. أول حاجة معانا ملف الوورد اهوت اللي هنشتغل عليه، المستند الوورد البسيط جدا السهل جدا اللي فيه 3 صفحات لحد دلوقتي. طبعا أنا الفكرة كلها أو أول خطوة عملية معايا إن أنا هروح على آخر الصفحة الأولى وهضغط هنا كده بالماوس عشان يعني أودي المؤشر في المكان ده، وأروح لتخطيط، أيوة، وفواصل، والصفحة التالية أو نيكست بيج عشان اضيف يعني هنا فصل صفحات. وبعدين اروح لاخر الصفحة التانية نفس الكلام، من فواصل اضيف بس الاول المؤشر هنا، اتأكد ان المؤشر معايا في اخر الصفحة دي، وفواصل واضيف ايه الصفحة التالية. تمام، دي الخطوة دي مهمة جدا جدا جدا. بعد كده هضغط دبل كليك في اي مكان في رأس الصفحة هنا في المكان الفارغ ده عشان يديني رأس الصفحة رأس الصفحة رأس الصفحة، وتسجيل وتسجيل وتسجيل. الخطوة اللي بعد كده مهمة جدا، اللي هي شايف انت كلمة كالسابق او as previous دي، هتروح تضغط عندها كده فهيظهر معاك ارتباط بالسابق. طبعا واضح جدا ان كل ده مش اكتف، مفيش اكتف غير دي بس، ماشي. فهروح واروح على دي اقول له لا انا مش عاوزها مرتبطة بالسابق، كل حاجة مستقلة بذاتها، يبقى هضغط عشان افك الارتباط ده. واروح ايضا هنا ونفس الكلام، هنا مكتوب كالسابق، طبعا اول واحده ما فيهاش لان اول واحده ما فيش فيها سابق، ما فيش حاجه سابق هنا، فهو مش مرتبط بالسابق، ولكن الثانيه مرتبطه بالاولى فانا فكيت الارتباط. الثالثه مرتبطه باللي قبلها فانا عاوز افك الارتباط، فانا واقف هنا اقول له دي الاكتف دي خليها نوت اكتف، يعني اضغط عليها كده ففكيت الارتباط، كلمه كالسابق هنا اختفت. هتلاحظ انها موجوده في التسجيل، احنا هنشتغل على راس الصفحه فلذلك احنا ما لناش علاقه بالتسجيل، سيبها دلوقتي. او لو عايز تفك الارتباط ايضا مفيش مشكله خالص، ماشي. دي مش النقطه بتاعتنا، النقطه بتاعتنا اللي هي اللي فوق دي لان هشتغل على راس الصفحه. بعد كده انا عايز اضيف في راس الصفحه دي ايه؟ هتقول لي ده انا مش عاوز اضيف في راس الصفحه، ده انا عاوز اضيف علامه مائيه. ما احنا هنعمل العلامه المائيه سواء بالكلمات بالنصوص او بالصور والشعارات والكلام ده، ولكن انا هضيفها في راس الصفحه وهعدلها، وخليك معايا بس خطوه بخطوه. بعد كده هروح عندي هنا في حاجه اسمها الصور، طبعا انا فين في اول الصفحه الاولى في راسها كده، هروح للصور واختار اي صوره ولتكن الصوره ديت، دبل كليك فظهرت معايا مرتين. ليه ظهرت مرتين؟ لان الكلام هي ظهرت هنا فهي عملت ازاحة للكلام اللي موجود في الصفحة، انتقل للصفحة اللي بعدها فعشان كده اتكررت مرتين. ولكن لما نضغط على علامة اللي او دي او التخطيط واختار خلف النص، يبقى الصورة راحت خلف النص فالكلام رجع تاني في الصفحة، استقام تاني فما اتكررتش في الصفحة التانية. لما هي خلف النص دلوقتي اقدر ان انا احركها كده براحتي خالص في المكان اللي يناسبني جدا، وايضا اغير الحجم بتاعها زي ما انا عاوز. تمام، يبقى دي الصورة دي في الخلفية كأنها علامة مائية في الصفحة الأولى. هتقولي ده هي الألوان بتاعتها واضحة جدا ومخبية الكلام اللي تحتها، هنشوفه دلوقتي. أول ما تبعد عنها إن شاء الله نقفل رأس الصفحة هتكون هي خلف النص ومش هتخبي الكلام ولا حاجة، وهتكون يعني الكلام هيكون ظاهر قدامها ان شاء الله. طيب نروح للصفحة التانية، برضو اروح هنا كده في المكان ده في رأس الصفحة واقول له ادراج، انا هضيف حاجة تانية بقى غير الصورة دي، ولتكن مثلا الصورة بتاعة الشعلة اللي هي دي اللي تحت دي، ماشي. برضو ظهرت معايا مرتين لان الصفحة التانية لما الصورة انضافت هنا لسه ما عدلناش التعديل بتاع اللي اوت بتاعها، فهي عملت ازاحة
خدت مكان، خدت مساحة، مسافة كده، فالكلام انتقل للصفحة اللي بعدها، والصفحتين دولت أصلا مرتبطين ببعض لأن عاملهم مقطع واحد. فأنا أول ما تغير التخطيط تخليه خلف النص كده، أصبحت هي خلف النص، فالرجع تاني الكلام مكانه، نضيفها في مكانها، وأيضا عاوز أعمل اختصاص بقى للجوانب دي، الخط الأخضر ده مش عاوزه، فهروح لتنسيق أدوات الصورة، اختصاص، ماشي، ونقتص شوية كده من الجوانب بتاعتها كده مثلا، وأضغط على اختصاص كمان مرة ونكبرها تاني، هلا تاخد المساحة اللي أنا عاوزها عادي، مفيش مشكلة خالص. طيب تالت بقى اللي هو ده، تالت صفحة أنا عاوز أضيف فيها، هضيف صورة وبعدين أغيرها لنص دلوقتي، خد بالك. فأروح لرأس أدوات الرأس والتسجيل وأقول له الصور، ماشي، ومن الصور هختار الصورة دي، والصورة دي طبعا برضو حصل إزاحة للكلام، فعشان كده تولد عنها يعني صفحة رابعة، ولكن لما نعمل كده ونحركها في مكانها مفيش مشكلة، هتروح في كده تمام. اما نعمل اغلاق لرأس وتسجيل الصفحة كده، هتكتشف طبعا ان ايه، ان الصفحة الاولى اصبح لها علامة مائية، الصفحة التانية علامة مائية مختلفة، الصفحة التالتة علامة مائية مختلفة. لو ضفت صفحات بعد الصفحة الاولى او في نفس النص بتاعها وراحت الصفحة التانية، هتتكرر او هيتكرر العنصر اللي في الصفحة الاولى في الصفحة اللي بعدها اللي هو مرتبط بيها، ولو ضفت نصوص في الصفحة التانية وعملت ازاحة للصفحة التالتة فهيتكرر الايه الكلام ده. يعني لو ضغطنا كده انتر هنا، لاحظ ايه اللي حصل، الصفحة التانية الكلام انتقل للمنطقة اللي بعدها فاتكرر العنصر اللي هو في الصفحة التانية، ونعمل تراجع. طيب انا عاوز اكتب كلمة، اكتب اسمي مثلا في المذكرة بتاعتي، مش عاوز اضيف صورة في ادي اول صفحة، تاني صفحة، التالتة دي بدل الصورة دي، لا انا عاوز اعمل ايه، اعمل اسمي، فهضغط هنا دبل كليك على رأس الصفحة عشان اعملها تحرير. وطبعا الاول لو عاوز تعمل ازالة طبعا هنحدد الصورة واضغط ديليت، خلاص كده. طيب انا ازلت، يبقى انا عرفنا كده ازاي نزيل العلامة المائية، نضيفها ازاي ونضيفها يعني مختلفة ومتفردة ازاي ونحذفها ازاي. طب عاوزين بقى يعني نغيرها، نضيف حاجة تانية، ها نضيف ايه، عايز اضيف تكست بوكس، يبقى هروح للصفحة الرئيسية او ادراج، ادراج اه، وهروح هنا في حاجة اسمها تكست بوكس، مربع نص او ممكن من الاشكال، هتلاقيه ايضا موجود في الاشكال في الاول هنا كده اهوت، مربع نص موجود هنا طبعا. طيب هضيفه من هنا من الاشكال من اي مكان، ادي مربع النص اللي عندي ورسمته انا، بس انا واقف في رأس الصفحة، بيقول لي النص اللي فيه ايه، انا هكتب كلمة ابراهيم تمام، والكلمة ديت هبدأ اضغط دبل كليك كده واكبر اكبر اكبر كده جدا 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 كده تمام. وبعد ما اكبر كده ممكن ان انا كمان اغير بقى شويه تنسيقات فيها كده، يعني النص ده اغير اخلي نص تاني، او قصدي كلمه تانية كده، خلينا مثلا الكلمه دي، ماشي نشوف دي، ونغير اللون بتاع الخط بتاعي نخليه خافت قليلا كده، وكمان اللي اوت ده اخليه خلف النص مش امام، ماشي. خلينا نغير اللون كمان، خلينا نختار لون تاني، نفترض مثلا اللون ده، ماشي. والنص ده انا عاوزه كده احركه، واخد بالك، واعمل له يعني استدارة كده بالشكل ده تمام، واخده بقى احركه كده، يبقى هو في المنطقة دي، جميل مثالك، ماشي. عاوز في الاول خلاص هنا اضيف مسافة او اتنين، ماشي، حرك تاني كده، جميل جميل جميل، نظبط كده المكان اللي احنا عاوزينه بالظبط، وبعدين اقفل بقى ايه رأس وتسجيل الصفحة. لاحظ ايه اللي حصل، اللي حصل موجود معانا الكلمة طبعا، لو الالوان عاوز تغيرها اكتر من كده بتضغط برضو دبل كليك، بس هنا في ملاحظة، هي تخد بالك ان المربع النص فيه فيه الحدود بتاعته واضحة وباينة، واللون ده يعني انا عاوز لون اقوى من كده شوية، يبقى هضغط دبل كليك اروح لمربع النص، اضغط عليه كمان مرة في نقطتين عاوز اعدلهم انا، النقطة الاولى
ان هي اللون بتاعه، خلينا نخلي اللون اقوى شوية ماشي مثلا. ومربع النص هنا في حاجة ادوات الرسم تنسيق، اللي هو المخطط التفصيلي للشكل، مش المخطط التفصيلي للنص، للشكل. لا، الشكل اللي هو الخط المستطيل اللي بره ده اقول له بلا مخطط تفصيلي. اشوف اول انا ما رحت عليه اختفى على طول، لسه ما ضغطتش، اول ما اضغط عليه كده خلاص اختفى. انما المخطط التفصيلي للنص ده اللي هو الخط اللي حوالين الحروف، اللي حوالين نقطة البيه بتاعت ابراهيم، حوالين النقطتين دول، حوالين ايه كده يعني. تمام، بعد ما عملت الخطوة دي هتقول لي لسه موجود. اه لسه موجود عشان احنا محددينه، ولكن اول ما تبعد عنه كده خلاص اختفى. واول ما تقفل الرأس وتسجيل الصفحة اختفت تماما كل الايه الحاجات دي. وطبعا دي يعني الطريقة المباشرة السهلة جدا اننا نضيف يعني ازاي رأس وتسجيل، قصدي علامة مائية من خلال مختلفة في صفحات مختلفة، واتحكم فيها طبعا لو عندي اكتر من كده من الصفحات. لو عندي مثلا الفصل الاول ليه علامة مائية، الفصل الثاني ليه علامة مائية، المذكرة بتاعتي متقسمة لأجزاء كده، كل جزء عايز علامة مائية مختلفة غير الثاني، او الصفحة اللي على اليمين علامة والصفحة اللي على الشمال علامة. يعني الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، وتقدر يعني تطور فيه وتعدل فيه احسن من كده كمان. ولو عملنا تكبير كده لأي جزء من الأجزاء هتلاقي إن الكلام واضح جدا، ما فيش فيه أي مشكلة خالص أهوت. ولما تطبع برضه هيكون أوضح من كده. جميل خالص أهوت. ودي يعني المعلومة اللي حاولت أشارك بها في الفيديو الحالي. وطبعا بشكر لكم المشاهدة الطيبة. كلمة السر إبراهيم للمستند المرفق في ملف العمل، إبراهيم اكتبها زي ما هي كده بالعربي، واتفضل على خير ان شاء الله. حمل الملف واستفاد من المعلومات اللي فيه، وايضا طور عليه وحدث فيه، واكتب لنا في التعليقات انت وصلت لايه. وانتظرنا في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. شكرا لمشاهدتكم، وبعتذر طبعا عن الاطالة. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، سعيد جدا بالتواصل مع حضراتكم، والى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.